السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نفصل لكم عاوتاني واحد الموديل زوين ورائع جدا في اللبسه ديالو ولا في الفصاله ديالو، وان شاء الله تبعوا معايا الفيديو وغتعرفوا الطريقه ديال الفصاله وديال الخياطه ديال هذا القندوره. طريقه رائعه وسهله بزاف بالنسبه للناس اللي مبتدئين. اول حاجه بسم الله كنعبروا التوب ديالنا، التوب ديالنا كنعبرو هادي جوج متر، جوج متر وربعين سنتيم، جوج متر وربعين سنتيم في الطول ديال التوب. ودابا غادي نعبرو العرض ديال التوب أو المنكب، متر وخمسين في العرض ديال التوب. دابا إن شاء الله غادي ندوزو لمرحلة ديال الطريقة ديال الفصالة. كنشدو التوب بحال هكا، كنتنيوه على جوج، كنديرو الحاشية مع الحاشية، وكنتنيو التوب هكا على جوج، عاوتاني كنتنيوه على ربعة بحال هكا كيفما كتشوفو، على الطول ديال التوب. هاد التنية هادي درناها على الطول ديال التوب باش نخرجو الكمام. دائما كيفما كتشوفو في الفيديوهات ديالي، خمسين سنتيم كنديرو في الكم. في حالة إلا كانت المرأة سمينة أو البنت سمينة، كنقطعو خمسة وخمسين سنتيم. هنا قطعنا خمسين سنتيم في الكمام، هادو هما الكمام ديالنا اللي غادي نحتاجو في هاد الموديل هذا. وإن شاء الله هاد الموديل غيكون رائع بزاف للناس مبتدئين في الفصالة والخياطة، وتا في الطريقة ديال الفصالة ديالو ساهل بزاف. من بعد ما قطعنا الكمام، دابا غادي ندوزو للضوفات الجوج، سواء ديال الظهر ولا ديال الخلف، ديال الأمام عفوا، سواء الضوفة ديال الأمام ولا ديال الخلف. كنقسمو التوب ديالنا بحال هكا على العرض ديالو، على العرض ديالو كنقسمو بحال هكا على جوج، وكنجيبو المقص وكنفتحو ديك الجهة اللي مسدودة باش يعطينا جوج ضوفات، باش يعطينا الضوفة ديال الأمام والضوفة ديال الخلف. حنا فتحنا ديك الجهة هادي، غنحطها مع جنبي باش نقدها في الحطة ديال التوب، لان الحطة ديال التوب مهمة بزاف بالنسبة للناس المبتدئين. خصكم ضروري تحطوا التوب هو هذاك، ما يجيش مكمش من شي جهة ولا شي بلاصة، باش ملي تضربوا بالمقص تكونوا مرتاحين في الضربة ديال المقص. هنا طلقنا الطرف هذا هو الاول، هذه الجهة ديال الخلف او الجهة ديال الظهر كما كيقولوا الخياطه، الظهر والربوعه، هذه هي الكلمه اللي معروفه بزاف عند الخياطه. كنجيو للجهه الثانيه، الضوفه ديال الامام، كنحطوهم بحال هكا، لان غتجي هاد الكندوره غتجي بالكشكشه، باش حنا احتاجين هاد فصلناها على التنكيس ديال التوب، لان الا ما كانش الا ما فصلتيهاش على بالتنكيس راه ما غتخرجلكش بالكشكشه القياس اللي بغيت انت. الا بغيتي بحال دابا حنا هنا فهاد القندوره احتاجنا جوج متر وربعين، ولكن اللي كيبغي اللي باغي الفصاله تكون على الطول ديال التوب، خصك تلاتة متر ونصف. الا بغيتي القندوره بحال هذه اللي كنفصلو بحال هذه، خصك 3 متر ونصف، ولكن 3 متر ونصف كتجي بالنسبه للناس كتجي غاليه شويه في المشره ديال التوب ديالها، كتجي شويه قاصحه. حنا كنختصرو باش الانسان يفصل ويلبس 2 متر و40 سنتيم. كنجيو كنعبر الرقبه 8 سنتيم، كنطراسيو وكنهودو 2 سنتيم ونصف، كنعبرو الكتاف، كنديرو في الكتاف
22 سنتيم، كنهودو بلاصة ديال الكتاف 3 سنتيم، نجيبو المسطرة. واخا الأطراس ما غاديش يبان لكم، كنحاول نهضر باش تكونوا تحاول نهضر باش تفهموا. كنجيو لديك 3 سنتيم ديال الكتاف، كنعبرو 23 سنتيم في الهبطة ديال التركيز، وكنعبرو القياس ديال الصدر. الصدر بحال دابا هنايا غندير، هنايا مثلا غندير 31 سنتيم. بزاف د الناس كيقولوا لي فصلوا على الوجه ديال الثوب، واخا نفصلوا الاطراس عفوا كيقولوا لي دير الاطراس على الوجه ديال الثوب، واخا ندير الاطراس على الوجه ديال الثوب، لان ما غاديش يجي باين الثوب فيه اللون بزاف. هذا هو علاش كنعبر هنايا 3 سنتيم في ديك القوريره ديال التركيز. هذا علاش كنحط الثوب على الوجه باش الاطراس ديال الطباشير يبقى لي على الظهر ديال الثوب، باش ما يجيش خصك تمسحو بزاف، عادي يمكن لك يتصلح. كنهودو من الجهه ديال الصدر 15 سنتيم للجهه ديال البطن، ومن البطن للحزام كنهودو 15 سنتيم. في حالة إلا كانت البنت قصيرة كنديرو 13 سنتيم. كنتأكدو من المقياس ديالنا، أنا درت 31 في الصدر، هنا غندير 29 سنتيم في البطن، 29 سنتيم في البطن، وفي الحزام غادي ندير 33 سنتيم. هادي بالنسبة للناس اللي بغاو يفصلوها ما يديروش الكشكاشة. انا هاد الطريقة هادي درتها على حساب الناس اللي ما بغوش يديروا الكشكاشة، درتلكم هاد الطريقة هادي باش تستافدوا. فيديو واحد تستافدوا منه جوج مرات. كنجيبوا المسطرة بحال هكا، بالنسبة اللي ما بغاش يدير الكشكاشة كنجيبوا المسطرة بحال هكا، وكنطراسيو ديك لاطراس من البلاصة ديال الحزام، وكنعاودو حتى الجلايل، كنديرو القياس ديال الجلايل شحال ما بقالنا في العرض. كل ما كانت القندورة أو القندورة وافية كتكون مزيانة. هذه الطريقة درتها للناس اللي بغاو ما يديروش الكشكشة في الجهة ديال الأمام ولا الجهة ديال الخلف. دي هي درتها أنا على راسي، ولكن أنا غندير الكشكشة، غندير الكشكشة في هاد القندورة هادي، لأن الموديل ديال هاد القندورة كيجي هكا. من بعد كنقطعو الرقبة ديال هاد القندورة هادي ديك 8 سنتيم، وكنجيو للكتيف عاوتاني كنضربو الكتيف ديالنا عاديا، والتركيز هو كنقطعو عادي. ولكن لاحظوا معايا الناس اللي بغاو يديرو الكشكشة بحال هاد الفيديو هذا، كي غندير لهذه الطريقه هذه. من بعد ما ضربت الكتيف والتركيز كنجي الراس ديال الكتف، وكنعبر 38 سنتيم. كنطراسي بحال هكا 38 سنتيم، كنطراسيها من الكتف 38 سنتيم. كاين اللي كيدير 40، كاين اللي كيدير 42، ولكن 38 سنتيم كتجي رائعه في اللبسه ديالها. وكنطراسي كنخرج لاطراس حتى لجهتي، كتخرجوا لاطراس بحال دابا حتى لجهتكم اللي كتنيو بحال كتوب على 4 على 2 عفوا. كنمشيو كنضربوا بالمقاس بحال هكا كيف ما كتشوفوا، ولكن ملي كنوصل ديك 38 كنوقف بالمقاس، وكنجي كنضرب الضربه ديال المقاس حتى الجهه فين عبرت بالمترو. هادي هي هذاك هو الطرف اللي غيبقى لنا بها غادي نديرو الكشكشة. كتبقى لنا تقريبا الا درنا هاد القياس ديال 31 سنتيم، كتبقى لنا تقريبا 11 سنتيم ديال الكشكشة. كنقطعو داك الطرف هذاك، هذا اللي عبرنا فيه 38 سنتيم قطعناه،
وكتبقى من هنايا 11 سنتيم 10 سنتيم هي اللي غنديروا بيها الكشكشه. غير كنقاد التوب دابا انا غير كنقاد التوب ما نقص لها من عرض لا والو، لان هاد القنطوره كتجي عريضه في اللبسه ديالها وكتجينا الكشكشه بحال هكا كيف ما كتشوفوا كنصوبها بيدي، كتجينا بحال هكا الكشكشه ديال هاد القنطوره هادي. ومن بعد ملي كنقادو هاد القندوره ديالنا كنعبروا الطول، الطول على حسب الاختيارات. انا هنا الطول هذا درت متر، درت متر و40 سنتيم وكيبقى لنا هنا تقريبا 10 سنتيم كتبقى لنا هنايا في هاد الطرف هذا. يعني حتى الا كانت المراه ولا البنت فيها متر و50 غادي تجيها. دابا غادي ندوزو للتقوريره ديال الكول، هادي هي التقوريره ديال الكول. انا ما غاديش ندير الفتحه هنا في الامام، غندير غير التقوريره ديال الكول بوحده. هنا كنعبرو 12 سنتيم، الي كانت المراه سمينه غدير واحد 14 سنتيم، الي كانت المراه عاديه كديرو 12 سنتيم. كنقطعو بحال هكا، هي 12 سنتيم كنقطعوها. كاين اللي كيدير الفتحه، انا ما غنديرش الفتحه. هادو الجهه ديال الامام وديال الخلف غنحيدو هادو باش ندوزو للمرحله ديال كنقدوها مزيان. دابا غنجيو للمرحله ديال الكمام. هذا الكوم هذا بزاف الناس كي تيقولوا لي الكوم كيجينا كبار من 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 التركيز ديال الدوفا، ولا العكس، ولا التركيز ديال الكوم، ولا التركيز ديال الكوم كيجي صغار من الجهه ديال الدوفا. انا غنوريكم طريقه بسيطه وسهله ويمكن لكم تطبقوها وما غتحتاجوش الصعوبه كاع في المسائل ديال هاد الخياطات. كانت نوتو بحال هكا على جوج، عاوتاني كانت نيو على ربعة، وكنجيو حنا اتنين على ربعة. ولكن هاد الكمام الجهة اللي مسدودة هي اللي كتبقى على يديكم اليسرى. أنا غنقلب هاد التوب هدا باش يبان لكم طريقة كيفاش ديرو الكمام بالنسبة للناس اللي كيغلبوهم التقاوريرة ديال التركيز ديال الكوم مع ديال الضوفة. هذه طريقة بسيطة وسهلة، كنشدو بحال هكا التركيز ديال الضوفة بحال هكا وكنحطوه على الكم، ما كتحتاج لا تراساج لا والو، كتحطها هي التركيز وكتحط الطباشير بحال هكا، كدير نقطة نقطة وكتمشي كدير نقطة واحد 4 سنتيم ودير نقطة 4 سنتيم ودير نقطة حتى كتخرج. وكنجيو بحال هكا وكنقطعو الكم ديالنا عادي. هذه غتجيكم اسهل طريقه باش تصاوبوا هاد التركيز هذا باش يجيكم قد ديالكم قد ديال الضوفر. ده هو الكم ديالنا، حنا غنفصلنا الضربه او التقاوريره ديال التركيز. كنضرب غندخل هكا باش يبان لي العلامه، كنضرب واحد 3 سنتيم لان باقي غنحتاج الكم. كندير نخرج له ديك الكشكشه، حتى هو الكم غادي يكون بالكشكشه. كنعبروا لكم ديالنا بحال هكا، كنعبروا لكم ديالنا بحال هكا. كنخلي ديك الجهه اللي مسدوده غتبقى على يديكم ديال اليسرى. كنجيو لهاد البلاصه اللي غنديروا فيه الكشكاشه كنعبروا بحال دابا مثلا هاد الكم هذا فيه 61 سنتيم. كنجيو للكم كنعبروا 54 سنتيم في الطول ديالكم، كنعبروا 54 سنتيم. ولكن داك الطرف اللي غيبقى لنا هو اللي غنخرجو منو الكماله ديال الطول ديال الكمام باش يجينا بالكشكاشه. كنقطعو لكم ديالنا بحال هكا، هذا هو لكم قطعنا فيه 54 سنتيم، ولكن الطول ديالكم عندنا فيه 61 سنتيم. كنجيو لهاد الطرف هذا باش وصيتكم انا الجهه اللي مسدوده تبقى على يديكم ديال اليسرى، باش ديروا هاد الطريقه هادي باش يساعدكم
باش يخرج لكم هذا الكم هذا. كنديرو بحال هكا، هذا هو الطرف ديالنا، انتما كتشوفوا الطرف ديال الكم هو هذا، كنديرو بحال هكا. درتو انا الطريقه هذه باش يجي يكون باين، ولكن الجهات اللي مسدودين هي اللي غتجي مع الجهه ديال الكم اللي مسدوده. عندكم تغلطوا في الطريقه هذه، دابا هذيك الجهه اللي جيتي انا راه مسدوده، كنقطعها بحال هكا بيديا. ودابا غادي نعبر الطول ديال الكم ديالنا، غنديروا القياس ديالنا بحال هكا 61 سنتيم، وغنديروا العلامه بالمقاس بحال عفوا بالطباشير بحال هكا، وكتضربوا الكم ديالكم. بغيتوا تنيوه بحال هكا تنيوه، بغيتوا تضربوه كيف ما بينت انا ديروها. وهذا الزياده اللي خليت زايده في راس الكم هذيك هي اللي غتكون فيها الكشكشه. ملي كنعبروا لكم بحال هكا كيجينا في الطول ديالكم 61 سنتيم. كنعبروا القياس اللي خصنا نديرو في الكم، وهنا في هاد القنت هذا كنضربوا واحد 5 سنتيم، كنخرجوها مقوسه. علاش؟ باش يجينا لكم داير بحال الفرفره داير. طريقه بسيطه وسهله، انا كندخل معها حتى بالمقص، وانتم ان شاء الله في التالي ديال الفيديو غتشوفوا الطريقه ديال الخياطه ديال هذا القندوره هذه. بيجامه رائعه بالدونتين في الصدر، كنقسموه بحال هكا. داك الطرف هذا كنقسموه، هنا غادي نحتاجو غير واحد الطرف، غير انا درت هذه الطريقه هذه ديال جوج طرف، لان كنبين لكم كيبقى التوب وافي وكافي لكم شحال ما كان فيه في الطول ديالكم. واخا يكون 70 سنتيم غادي يخرج لكم هاد الطريقه اللي درتو هاد الطريقه هادي، وخصوصا اللي درتو داك الجهه اللي مسدوده تكون على اليد ديالكم اليسرى، اللي تبغوا تفصلوا عفوا ملي تبغوا تفصلوا هاد الكم. دابا غنجيو للمرحله ديال التبطين. كنجيو لك الطريفات اللي كيشيطوا لنا، هذا هو الكل الجهه ديال الامام، هذا هو الكل. كنحطوا الكل على هذاك الطرف اللي شايط لنا، وكنتراسيو بحال هكا بالطباشير، كنديروا غير علامه صغيره، كندورو حتى مع هذيك الجهه ديال الكتف، باش ملي نقطعوا هاد التبطين ديال الكوال، سواء ديال الخلف ديال الرقبه ديال الظهر ولا ديال الامام، اللي كنقطعو كيجينا القياس هو هذاك، ولكن ملي كنجيو نخيطو كيجي احسن. هذا هو التبطين، قطعناه بهذه الطريقه هذه. انا كنحاول نبسط لكم باش تكون طريقه سهله وبسيطه بالنسبه للناس اللي كيتبعوا عشاق الخياطه التقليديه. يعني كنعبر واحد 6 سنتيم، ديما كندير انا 6 سنتيم، باش كيجي التبطين ما كبير ما صغير، كيجي القياس هو هذاك. ومن بعد كنقطعو بالمقص ديالنا بحال هكا، هذا هو التبطين ديالنا وقطعناه القياس على الكول ديالنا. دابا غادي ندوزو للمرحلة ديال التبطين عاوتاني ديال الرقبة ديال الجهة ديال الخلف. حنا لقينا هاد الطرف هذا، قوة الطرف كيدوخو. كنجيو هذا عاوتاني هذه الجهة ديال الظهر، كنقلبو عاوتاني على الطرف اللي غيجينا، عاوتاني نفس الطريقة كنطراسيو وكنقطعو بالمقاس 6 سنتيم كيف ما شفتو في الكل ديال الأمام. بالنسبة للناس اللي كيتعلمو عند الخياطة ولا الفصالة، من الأحسن يتبعوا الفيديو من البداية حتى النهاية، سواء هنا في عشاق الخياطة التقليدية أو لا في قنوات أخرين، لأن هنا كنعطيو دروس، والدروس باش تستافد خصك تبع الدروس اللي كيعطيك الدروس. هنا كنجيبو التوب، كنشريو التوب وكنفصلوه ونخيطوه، باش نتوما ان شاء الله تستافدوا من الطريقه.
كاين اللي كيرسم على الورق، الورق راه ما غاديش يفيد الناس بزاف. انا هذا هو النظر ديالي، من الاحسن كنجيبو التوب، لان الانسان اللي كيبغي يتعلم كيتعلم في الواقع. الواقع شنو هو؟ هو يكون عنده التوب حداه ويحيد داك الخوف من المقاس، من التنية ديال التوب، كيفاش غيتني التوب، لان الانسان كيستافد. وكل نهار خصك تستافد، لان هاد الخدمه، هاد الصنعه ديالنا مثلا الخياطه، الناس دائما كيتعلموا. واخا انا كنفصل دائما خصني نتعلم، علاش؟ دائما الجديد، دائما تمشي مع الوقت، دائما تمشي مع الموديلات اللي كاينين. دابا غادي ندوزو من بعد ما سرجينا هاد القنطوره، دابا غادي ندوزو المرحله ديال الخياطه. دابا هادي هي اللي غنديرو فيها الكشكشه، هادي الجهه ديال الامام. اول حاجه كنتسعو، كنرجعو الرقم ديال الغرزه، الرقم 5، وهاد الطانسيو كنرخفوه بزاف باش ملي غنجرو داك الخيط غتجينا الكشكشه هي هاديك. كنرتقو في البدايه، ولكن ملي كنوصلو لهنا للتالي ديال هاد الخياطه هادي، ما كنرتقو ما والو، كنجرو الماكينه بحال هكا وكنجرو دوك الخيوط وكنخليهم كبار باش كنحتاجوهم، كنجرو داك الخيوط. عاوتاني كنجي الجهه ديال الدار كيف ما العاده، كندير اريتمو باش ملي نجر الخيط ما يتسلش، ملي نجرو من الجهه المعاكسه ما يتسليش من هذيك الجهه فين كنبدا. دابا ضروري واحد الجهه كترتقها مزيان، وفي التالي ديال ملي تبغي تخرج من هاد الجهه اللي كتخيط فيها، بحال دابا هنا في هاد البلاصه هادي، كنشدو الماكينه بحال هكا وما كنرتقو ما والو، كنخرجو وكنخليو الخيط طويل باش نحتاجوه ملي غنجيو نديرو الكشكشه. هادو هما الكمام. دوزنا عاوتاني المرحله ديال الكمام، غنجيو لديك الجهه اللي غنلصقو في الكم اللي غنديرو فيها تا هو الكشكشه، نفس الطريقه. حاولت نخدمهم بجوج باش ملي نرجع الماكينه كيف ما كانت الغرزه نرجعها لبلاصتها. الغرزه غنديرها في الرقم 2، وهاد الطانسيو تا هو غنرجعو لبلاصتو، وعاد عاوتاني نبداو الخدمه نيشان كما كيقولوا. كنمشيو بحال هكا كنصاوبو الكمام، نفس الطريقه كيف ما صوبت الضوبه كتصاوبو هاد الجهه ديال الكمام، هاد الكشكشه اللي غنديرو في الكمام. هانتوما كتشوفو كنقطع الخيط طويل، كنرجع الطانسيو لبلاصتو، كنرجع الغرزه رقم 2 ولا رقم 2.5، كل واحد وكيف مولف يخيط. كاين اللي كيخليها في 3، كاين اللي يخليها في 2.5، كاين اللي يخليها في 2، في الرقم 2. كنجيو كنعزلو واحد داك الجوج فيت، كنعزلو واحد، كنبقاو نجرو بحال هكا، وكنديرو الكشكشه ديالنا طريقه بسيطه وسهله. كنمشيو كنجرو دوك الخيط تال البلاصه فين بدينا. علاش قلتكم انا خصكم ترتقوا واحد الجهه باش ملي كتجر الخيط بحال هكا ما يتسلكش الخيط الثاني اللي من الجهه الاخرى. كنمشيو بحال هكا كنقدو بيدينا، كتحاولوا تساعدوا، لان هاد الخياطه كتبغي الصبر بزاف، وكتبغي الانسان يكون كيصبر بزاف باش يقعد الخياطه ديالو. من بعد ملي قدينا هاد الكشكاشه كنقيسوها على الضوفه الفوقانيه ديال الامام ولا ديال الصدر، صوبنا ديك الجهه. دابا غنجيو عاوتاني الجهه ديال الكمام، كنعزل داك الخيوط كيف ما كتشوف، كنعزلو غير واحد. عندكم تجروهم بجوج غيتغطاو لكم، كتجرو غير واحد، ولكن جرو غير بشويه باش ما يتقطع لكمش. عاوتاني تبدا تعاود من الاول. من بعد دابا هادو هما الكمام، عاوتاني كنقيسهم بحال هكا، كنقيسهم باش نشوفو واش قدهم ولا ما قدهمش، لان انت كتقاد داك الكشكشه وانت كتقيس، انت كتقاد وانت كتقيس، تا كيجيو قد قد. من بعد ملي كنساليو
داك الجران ديال الخيط باش كنصاوبو الكشكاشه، كندوزو كنخيطو على ديك الكشكاشه، كنقادو بيدينا كيف ما كتشوفو، كنقاد بيديا بحال هكا. علاش كنخيط عليهم؟ باش ما تجينيش الكشكاشه غير في واحد القنت، تجي في الكوم كامل ولا في الضوفه تجي كامله، باش كتجي عاطيه ديكور ديالها كيف ما كتشوفو في الصور. كنمشيو كنقدو بحال هكا، كنخيطو على ديك الكشكاشه باش كن الا بغيت تقول كنقتلوها باللغه ديال الخياطه، كتقتل الخياطه. حنا خيطنا الكوم، هذا هو الكوم حنا خيطناه. دابا غادي ندوزو للجهه ديال الضوفه، واحد الجهه غادي نخيط غير واحد الجهه باش الفيديو كيجي طول بزاف. كنحاولوا نبينوا غير لي حاجه اللي مهمه باش الناس تستفاد منها. ونفس الطريقه كنمشيو كنخيطوا بحال هكا، وكنخيطوا على ديك الكشكشه، ولكن ديك الكشكشه كنقدوها بصبعنا انتما كتشوفوا، باش ما تجيكمش واحد البلاصه مكمشه بزاف وحده شويه، وحده مكمشه بزاف وحده شويه. من الاحسن انتما غاديين كتخيطوا، انتما كتقادوا بصبعانكم باش تجيكم الكشكشه في الضوفة، في الجهه ديال اللي غتلصق فيها كامله. كنمشيو كنخيطو هكا تل التالي. انا خيط هنا غير جوج، خيط غير طرف، واحد الجهه ديال الكم، واحد الجهه ديال الضوفة ديال الامام. هذا هو، هذه هي الضوفة، هذه هي الكشكشه. كنحاول انا دائما فاش كنبغي نصاوب هذه الكشكشه، كندير الكشكشه من الفوق باش كنشوفها ملي كنجي نخيطها، كنشوفها باش ما يكونش باش ما يجينيش شتو في شي بلاصه مكمش بزاف ولا شي بلاصه ما فيهاش تكمش، لان خصني تشوف ديك الكشكشه كيف غاديه وكيفاش كتخدم. كنمشيو كنخدمو بحال هكا، كتخدمو بشويه لان الخياطه كتبغي الصبر. كنمشيو كنخيطو بحال هكا، كنلاقيو ديك الكشكشه الجهه التحتانيه مع الجهه ديال الصدر. وكنمشيو كنخيطو بشويه. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وتحياتي للمغاربه من طنجة القويره، وتحياتي للجاليه المغربيه المقيمه في الخارج، وتحياتي جميع الدول العربيه اللي كيشاهدوا عشاق الخياطات التقليديه، وتحياتي للجاليه العربيه المقيمه في العالم. كنحييكم وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم. دابا ملي خيطنا داك الضوفه ديال الامام، دابا ندوزو للمرحله عاوتاني ديالكم. ميمكنش نخيط جوج ضوفات، ميمكنش نخيط جوج كمام لان الفيديو غيجي طويل. بحال خيطنا جوج كمام بحال خيطناكم، طريقه انا كنشرحوها لكم، وان شاء الله تكون الافاده للجميع اللي كيتبع عشاق الخياطه التقليديه. حنا خيطنا الكوم هذا، هادي هي الكوم ديال الكشكشه انتما كتشوفوا، هذا هو الكوم، هذا الكوم الثاني. هادي الضوفة ديال الامام، كنحاول وخاطو كنحاول نبينها وخاطو ما كيبانش مزيان، فهاد التوب اللي كيكون فيه اللون بزاف ما كيبانش، ولكن كنحاولوا نبينوا للناس اللي كيتبعوا عشاق الخياطة التقليدية. هادي هي الكشكشة الجهة ديال الضوفة ديال الامام، عاوتاني غنجيبو الضوفة ديال الخلف. هنا كنبين لكم خيطناهم كاملين، الضوفات بجوج والكمام بجوج. هذه الجهة ديال الظهر او ديال الخلف، كانت هي درنا فيها الكشكاشة. بغيتو ما ديروش الكشكاشة، راكم شفتو في الطريقة في الفصالة كيفاش كنت كنطراسي. الا بغيتو ما ديروش الكشكاشة كاع، ديرو غير هذا الموديل هذا.
دابا ان شاء الله غادي ندوزو للمرحله ديال هاد التركيب ديال التبطين. كنقيسو بحال هكا وكنخيطو عادي، التبطين كنخيطوه عادي، كنخليو القياس ديال الصباط، كنمشيو كنخيطو بحال هكا، كنجيبو ديك القليات سواء ديال الدوفا ولا ديال التبطين، كنجيوهم قادين باش ما يجوناش، باش ما يجيناش فيه الديكالاج. وملي كنوصلوا ديك القنيات كنوقفوا الابره وكندوروا عاوتاني وكنخرجوا الخياطه ديالنا كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل هذا، كنديروا اراتمو وكنخرجوا. دابا غادي نديروا ديك الكرانه، كنديروا الكرانه كنفتحوا بالمقاس واحد شويه ما توصلوش حتى الخياطة. علاش كنديرو هاد الكرانة؟ باش ملي غنقلبو هاد الكول يساعدنا في التنية ديالو. هادي هي الكرانة، هي درناها كنشيو بحال هكا وكنتنيو داك التبطيل لداخل وكنخيطو على الوجه ديال الدوفا، والقياس القياس ديال الصباط دائما كنخليو القياس ديال الصباط، كنجرو ديك الملاخي كنخرجوها بصبعنا باش تجينا مقاده في الخدمه ديالها. بالنسبه للناس اللي بحال دابا المراه اللي سمينا، يمكن لكم ديروا 14 سنتيم في هذه الفتحه هذه في التقاريره ديال الكل. الى كانت المراه عاديه غديروا 12 سنتيم كيف ما درت انا، 12 سنتيم كتجي عاديه للناس اللي عندهم داك القياس ستاندر. ولكن الا كانت سمينه غتزيد واحد شويه باش يدخل للراس ديالها في 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 هذا القندوره ولا في هذا البيجامه. نقطعوا ديك الزياده بالمقص اللي بقات لنا زايده على الكل. هذا هو التبطين ديالنا، هو صوبناه نتوما كتشوفوا. دابا غادي ندوزو للمرحله المهمه. دابا هذا هو هاد الدونتين اللي غنديرو في الكول، كنعبرو هنايا 7 سنتيم وكنهودو بلاطراس، كنطراسيو بالستيلو، ديرو ستيلو باش يبان لكم لان غيدوز على هذاك الدونتين. كديرو العلامه بحال هكا ولكن ما توصلوش حتى الكشكشه. هنا كنديرو تقريبا واحد 18 سنتيم وكندير لاطراس بحال هكا، كتجي هاد الدونتين كيجي فوق الكشكاشه، والقياس اللي درنا هنا 7 سنتيم هو اللي غنديرو ليه 7 سنتيم باش يجينا داكشي هو هذاك القياس كيف ما في هاد الجهه هادي كيف ما في الجهه هادي. حنا عبرناها بالسنتيم. دابا غادي نجيو للمرحله ديال الخياطه. مرحلة ديال الخياطة كنقلبو على ديك لاطراس اللي درنا وكنشوفو الدونتين راه عندو الوجه، هاد الدونتين هدا عندو الوجه ديالو، كنقلبو على الوجه وكنحطو على لاطراس ديال ستيلو، كنمشيو كنخيطو بحال هكا، كنخيطولو في الوسط، في الوسط ديال الدونتي. كنمشي دابا هنايا كنقلب على العلامة ديال اللي رسمت بالستيلو، كنمشي بحال هكا كنخيط، وانتم ان شاء الله غتشوفوا الشكل ديالو النهائي ديال هاد الكندوره هادي ولا هاد البيجامه هادي. بزاف الناس سولوني على الطريقه ديال الفصاله ولا ديال الخياطه. حنا ان شاء الله صوبنا لكم هاد الفيديو ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ملي كنوصلوا لنا كنقلبوا داك الدونتين كنقلبوه، ولكن الزواقه كتجي مقاده، كنقلبو بحال هكا وكيف ما كتشوفوا الدونتين كيجي تقريبا طالع على واحد على ديك الكشكشه بواحد 6 سنتيم 5 سنتيم. كنمشيو بحال هكا، انا كنخيط كنتبع غير السيلو، كنتبع غير السيلو. هاد الدونتين كيدير تقريبا 3 دراهم للمترو، 2 متر
كافياكم باش ديروا هاد الكل هذا وبالكمام، الطريقه اللي في الكل والطريقه اللي غنديروا ان شاء الله في الكم. كنمشيو كنخيطوا بحال هكا، ملي كنوصلوا عاد تاني للبلاصه اللي دايرين فيها السيلو كنقلبوا ديك الدونتين باش كتجينا الزواقه مقاده مع الجهه اللي قبلتها. من الاحسن غديروا الستيلو كيف ما درت انايا باش ما تجيكمش واحد جهه كبر من جهه، ولا تجيكم فيها الديكالاج في الخدمه. من الاحسن ديروا نقطه نقطه ديك المقاطي بالستيلو، باش ملي تجي تخيط كتحط هاد الدونتين على داك المقاطي باش ما كيجوش باينين، كتخيطوا هاد الدونتين في الوسط. من الوسط كتخيطه، هذا هو الدونتين ديالنا، هو لصقناه في الكل نتوما كتشوفوا. دابا غنجيو للكمام. الكمام ما غنديروهمش في راس الكم، غنديروه على ديك الكشكاشه. الكمام كنديروه على الكشكاشه، ما كنديروش في راس الكم. كاين اللي كيديروه فم الكم وكاين اللي كيديروه هنا على الكشكاشه. هو من الاحسن ديروه هنا على الكشكاشه، كيجي زوين في اللبسه ديالو. وكنمشيو كنخيطو بحال هكا، وهاد الدونتين كيتخيط من الوسط، كتخيطو في الوسط ديالو، ما كتخيطوش من هاد الجهه وتعاود من داك الجهه، لا كتخيطو في الوسط، لان الدونتين جهه صغير الحجم ديالو ماشيش كبير بزاف. هذا هو الكم اللي خيطناه، كيجي بحال هكا، الكم كيجي بحال هكا، كيجي زوين في اللبسه ديالو نتوما كتشوفوا. دابا ان شاء الله غادي ندوزو للمرحله ديال المونتاج. دابا مونطينا التبطين ديال الكول ديال الامام، ولكن لاحظوا معايا كيفاش غندير التبطين ديال الرقبه. غنجمع المونطي الكتاف كيف ما كتشوفوا، المونطي الكتاف عاديين، كنمونطي الكتاف عاديين، طريقه كتجي واعره في المونتاج ديال هاد القندوره هادي. كنمونطو الكتاف ديالنا عاديين، ولكن لاحظوا كيف غندير للتبطين ديال الرقبه باش يجيني رائع وغيجي زوين في الحطه ديالو. كنمونطو الكتف ديالنا نتوما كتشوفوا عادي، المونطاج ديال الكتف كنديرو عارضه وكنخرجوا. دابا ان شاء الله غتشوفوا الطريقه كيفاش غندير لكم لهاد التبطين ديال الرقبه ديال الجهه ديال الظهر. دابا هذا هو الكول، هذا هو التبطين ديال الرقبه، كنحطوه بحال هكا كيف ما كتشوفوا، كنحطوه على الكتف، واحد شويه في الكتف كيكون القياس قد وقد ديال الامام، وكنمشيو كنخيطوا بحال هكا، وكنخيطوا على الرقبه واحد القياس ديال الصباط، وكنمشيو كنخدموا بحال هكا كيف ما كتشوفوا. جربوا هاد الطريقه غايجيكم رائع في الشكل ديالو. كنمشيو كنخيطو حتى الكتف حتى كيتسالى داك التبطين، كنخيطو على الكتف وعلى داك كلشي كيتخيط، وكنديرو له الكرانه بحال هكا كيف ما كتشوفو ديال الرقبه، هو كنديرو له الكرانه بحال هكا. طريقه سهله وبسيطه، هذا هو التبطين، ها هو كيف جانا، شتي كيف جا. كنجيو لديك القند ديال الكتف، هانتوما كتشوفو تجي الخياطة على تجي الخياطة فينية، كنجيو غير الكتف الجهة الملاقية ديال الكتف، وكنمشيو كنخيطو قياس ديال الصباط تا الكتف التاني، باش كتجينا القندورة رائعة في اللبسة ديالها، وتا في فينيسيو كتجي زوينة بزاف. من بعد كنقطعو الخيط ديالنا عادي، نعيدو دوك الخيوط، كتجينا الرقبه بحال هكا كيف ما كتشوفوا، كيف ما الامام كيف ما الخلف، كتجي سهله وزوينه احسن من ديك المونتاج اللي كنت كندير في الاول،
هذه طريقه بسيطه وسهله، الاخرى شويه معقده. هذه طريقه سهله وبسيطه. دابا كنجيبو الكمام كنقسمو الكون في النص وكنديرو الكرانه بالمقص، وديك الكرانه كنحطوها مع الملاقيه ديال الكتاف، وكنمنطيو الكم ديالنا عادي كيف ما كتشوفوا. مونطاج ديال الكم كنمنطيوه عادي، الحاجه اللي مهمه هي اللي صورناها. دابا بقى المونطاج، حنا كنمنطيو هاد البيجامه ولا هاد القندوره، كل واحد شنو كيسميها. الكم اللي درنا داك الفصاله ديال الطريقه ديال الكمام كيجيكم قد ديال الدوغه. كنجيو للمونطاج ديالكم بحال هكا، كنشدو الكم بحال هكا، والكم ما ديرولوش لوغلي، تنهبطو الجوانب عاد ديرولو لوغلي، كيجي زوين. الا درتولو لوغلي مور الجوانب كيجي زوين، تتجمعو الجوانب وعاد ديرو لوغلي للكم. نوريكم الطريقة باش كيجي زوين وكيجي ساهل في الخدمة ديالو، وكيجي عاطي واحد الشكيل زويون في اللبسة ديالو. كنمشيو بحال هكا، كنخيطو بحال هكا، وتحاولوا ديك الملاقية ديال التركيز تجيبوها مقادة، وتا ديك الملاقية ديال الكشكشة حتى هي تجيبوها مقادة كيف ما كتشوفوا، بحال الجهة ديال الظهر بحال الجهة ديال الأمام يجيو مقادين، باش ما تجيكمش كشكشة وحدة طالعة وحدة هابطة، لأن هذا كيجي ديفو. الحاجة خاصها تصاوب بإتقان. وكنمشيو كنمنطيو الجوانب ديالنا بحال هكا، تحاولوا نتوما غاديين وانتوما كتقيسوا باش ما تجيكمش في الجوانب تجي جهه اكثر من جهه، حاولوا نتوما غاديين كتخيطوا وانتوما كتقيسوا باش تجيكم القياس هو هذاك. دابا غادي نجيو للكم، هذا هو الكم ديالنا حنا ما جمعناش. دابا عاد غنديروا له داك لوغلي، كنجيو لداك البلاصه منين بدينا الخياطه بالماكينه، وكندورو معاها بلوغلي، كتجي رائعه في الشوفه ديالها، كتجي الخدمه انفينيه. الخدمه هي الفينيسيو، كل ما كانت الحاجه انفينيه مزيان كتجي في اللبسه ديالها مزيانه. كنديروا لوغلي بحال هكا، القياس ديال الصباط واحد السنتيم هكا على حسب الطول ديالكم. كنمشيو كنخيطو حتى كنوصلو للجهه منين بدينا. اما الا درتو لوغلي داب قبل ما تجمعوا الجوانب ما غايجيكمش زوين، غايجي شويه وصافي. من الاحسن تجمعوا الجوانب عاد ديروا لوغلي لكم. نجيو تاني للعطفه ديال الجلايل او لوغلي اللي غيكون في الجلايل، كنخلي تقريبا واحد 4 سنتيم ديال لوغلي على حسب الطول ديال المراه ولا ديال البنت. كنمشيو كنديرو لوغلي ديالنا عادي، دابا ان شاء الله غتشوفو الشكل ديال هاد البيجامة ولا هاد القندورة، الشكل ديالها النهائي. ونتمنى الفيديو يعجبكم، وتحياتي لكم جميعا. هذا هو الشكل ديال هاد القندورة هادي، ونتمنى الان نتوما تشوفو الكمام كيجيو بالكشكشة، كشكشة صدر وفي الجهة ديال الخلف، وهاد الديكور اللي درنا ديال الطونتين. كنتمنى الفيديو يعجبكم، وتحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكنتمنى الفيديو يعجبكم وتشجعوا قناة عشاق الخياطة التقليدية. مرحبا بالجميع.